هعرفك اختنا اكس مسيحيه عفريتو، ده كان معلمنا وتاج راسنا الله يرحمه. طيب كان زيد من الطبقه اختنا اللي هي الموالي او الرقيق، والسيده زينب كانت من سادات قريش، من سيدات قريش. تمام. وكان لسيدنا زيد بن حارثه رضي الله عنه في نفس رسول الله المعزه والمكانه، انه جعله بمكانه الاب، حتى انه قال يرثني زيد، ومحبه عظيمه. طيب سعى النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج زينب من سيدنا زيد رضي الله عنهما، وهو اللي خطبها، هو اللي خطبها لزيد بنفسه صلى الله عليه وسلم، فرفضت هي واخوها عبد الله بن جحش، فنزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب مش هنروح لتفاسير ولا حاجة. اتزوج سيدنا زيد من السيدة زينب رضي الله عنهما، وعاشوا مع بعض حوالي سنة أو أكثر. خلال السنة دي العشرة بينهم والحياة بينهم ما كانتش على، يعني زي ما بنقول، يعني ما كانتش على ما يرام. يعني كان في زي أي زوجين، يعني السيدة زينب عندها إحساس الطبقية شوية، إنها من سيدات قريش، وسيدنا زيد طبعا في فوارق. طيب كان يذهب إلى لا النبي في صلى الله صوت عليه يا وسلم جماعة، دائما الشكوى إلى النبي، في صوت موجود، يروح لسيدنا النبي الصوت يشكو: موجود. بتعاملني كويس، ما بتعاملنيش كويس، في طبقية، في نوع من التعالي، في نوع زي عادي. يعني كان بيروح يشكي لسيدنا النبي. سيدنا النبي يقول له المقولة الشهيرة: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك. كل مرة ينصحه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ابقى على عشرتها، أمسك عليك زوجك، اتق الله فيها. والله سبحانه وتعالى قد أعلم النبي بأن زيدا زي ما تفضل شيخنا وقال سيطلق زينب. سيدنا النبي كان عنده العلم ان زيد هيطلق، سيدنا زيد هيطلق السيده زينب رضي الله عنها، وانها هتكون له زوجه. تخيلوا ليه؟ لابطال هذه العاده، الا وهي عاده التبني ونسب الابناء الى غير ابائهم اللي كانت شائعه في الوقت ده. وبرضه ان مطلقه المتبني يحرم زواجها على من تبناه، كما يحرم زواج الاب من مطلقه ابنه الاصل. عايزين الله سبحانه وتعالى، عايزين نفهم ليه الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي القصه دي. عشان كده الايه بتقول: واستقول للذي انعم الله عليه بالايمان والاسلام، وانعمت عليه انت بالحريه، وأنك أنعمت عليه بنسبك، نسبته إليك ومحبتك له، أمسك عليك زوجك واتق الله. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا زيد: اتق الله، أمسك عليك زوجك، اتق الله، أمسك عليك. الآية صريحة: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أنت تعلم أن زيد سيطلقها، بتخفي ليه؟ أنت تعلم يا رسول الله أن زيد سيطلقها، وتبدي وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. حلو كده؟ خلاص طلق زيد السيده زينب رضي الله عنهما وتزوجها النبي. انتهت القصه. انتوا اعتراضكم ايه يا بهايم؟ يا بغر، يا صنم، يا ابن الصنم، اقول يا لك بزم، بقى، يا ابن الدجم، يا هلفوت، يا اقول لك ابن بقى، الدجم. اقول لك ليه، اقول لك ليه. اتفضل سامعني يا باشمهندس فريد؟ سامعني؟ اتفضل. سامعني يا حبيبي؟ سامع حضرتك، اتفضل يا سيدي. سامعني يا باشمهندس؟ سامع سامعني؟ بقول لك حضرتك، في صوت. في في صوت. صوت، في ليه صوت يا بقى عم يا مات. باشمهندس؟ ماشي ماشي يا ابو سعد. ليه بقى بيقولوا كده؟ لان عندهم ان داوود زنى بمرات القائد بتاعه، وده عار ابرك بنعيروهم بيه. ازاي ابرك. الراجل يكون اخلص راجل عندك في الجيش وهو القريب؟ انت مين اللي بيقعد حوالين قصر الملك؟ ده اقرب الناس للملك، جاره خان الجيره وخان العشره وخان قائد الجيش واخلص واحد عنده، وعجبته مراته وهي بتستحمى ما غضش بصره،
وكمان قال لها تعليلي وقام زنى معاها وقام موت لها جوزها. فلما يجي انت تقول له كده، فانت عارف المثل عندنا بيقول لك ايه؟ واللي فيها تجيبه فيك تلهيك، واللي فيها ايه؟ تجيبه فيك. فهو نفسه يطلعها، يطلع الرسول كده، انما حاشا. شوفوا يا جماعه الكلام ده كله عقل وكله، لا في فلسفه ولا ترقيع ولا اللي احنا بنشتغل نفسنا، انما هم لما تجيب يقول ايه يعني لما يزني؟ هو كلنا معصومين. هو اهبل. طب ما انت مش معصوم، زنيت؟ طب ما ابوك مش معصوم؟ طب ما البابا مش معصوم، زنى؟ انت بيضحكوا عليك بالكلمتين دولت، هتيجي تقول لنا احنا؟ طب ما انا سيدنا النبي ما كانش معصوم هو كمان زيه، ليه ما زناش؟ طب ما كان الراجل قاضي الحسي كان محترم، ما قدرش يجمع مراته وهي حلاله، مش ده راح وقال له روح له، قال له ازاي اروح اجمع اكل مع مراتي وانام معاها والجيش موجود هناك بيقاتل بني عمون ازاي؟ والله ما مقرب بيتي الحلال. شوفوا قمة الاخلاص والاحترام. فما تجيش تقول لنا حياكم الله اختنا شهد، ما تجيش تقول لنا ان الناس كله مش معصوم، ضحكوا عليك واشتغلوك، تيجي اشتغلنا احنا؟ اشتغلنا احنا؟ اصل انت عندك جوز بيت ابنه، مات ابنه، ما كانوش ليه ابن يا حلو. يا حيلتها ما كانش عنده ابن، ما انجبش ابن اسمه زيد. ها؟ وربنا ما شرعلوش التشريع دوت. ده كان لسه ما نزلش عليه التشريع. خلاص؟ ولما نزل التشريع ردهم، رد الرجل الى اهله. ايه المشكله بقى؟ وزي ما الشيخ حكى لكم، وكانت بنت عمته، وكان والروايه كلها روايه باطله لا يضعها الا الزنادقه زي ما قال القاضي عياض، ولا توجد في كتاب تفسير واحد، القصه دي مش موجوده في اي، قصدي كتاب حديث واحد، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن ولا في المسانيد. ايه رايكم؟ قصه كده من غير سند محطوطه. يقول القاضي لا يقول بها الا الزنادقه. ادي كلامنا وادي ديننا، ديننا واضح، الحق ابلج والباطل لجلج، انما انتوا وايه يعني لما يزني؟ خرب بيتك. وايه يعني واحد الصبح بكلمه، واحد اهبل شبه الخرتيت بتاع البحر، اقول له داوود بيحضنه ليه؟ يقول لي ايه يعني لما تحضنه واحده هو زنى بيها؟ ده كانت بتحضنه بتسخن جسمه بس، وكان ده العلاج اللي عندهم. يخرب بيوتكم. يهوذا مع سمار، وايه يعني لما تزني مع حماه؟ مش هتجيب ناس. يخرب بيوتكم. واحدة تزني مع حماها تقول دي شريفة أشرف منك وأشرف من 10 زيك، والبيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. ولوط وإيه يعني لما يزني ببناته؟ ده كان نايم، هو كان حاسس بحاجة. وعشر الناس شايفين، دفاية طبيعي، شايفين الفجر، شايفين الفجر، بيرتبط بالزنا. شايفين الفجر اللي بيزن اكتر هو بيبقى طاهر. ايوه الست زنت، اقول لها زنت تقول لي زنا مقدس. هو الزاني هي لا. ما شافهاش ازاي؟ اصلا قطعت له نصها اللي تحت عشان مش حباه. يخرب بيوتكم. ترضي تبقي زيها يا استاذه؟ قالت لي لا. اكيد كانت من جواها بتتحرق من جوه. طب في نص انك بتتحرق من جوه؟ لا يا عم ياسر، ده والله في يا مشكله هنا يا عم ياسر، اختنا سابي يا عم ياسر، اختنا حاجه جن. تخيلوا لما ثواني بس يطلعوا يا كل عم ياسر، كلام عن الجنس، اوضح حاجه يا كل عم ياسر، كلام الزنا، ثواني ساعه ثواني بس، كل كلام عن الجنس مبرر. الانبياء يزني، انت مالك انت؟ هو النبي بتاعك ده بتاعنا. يهوذا وايه يعني لما يزني؟ مش عشان يجيبوا الناس، ده نزل مبارك، ده الرب جه منه. رحاب الزاني لا، ما كانتش زانه، دي كانت فاتحه فندق ومقضياه في الفندق. شمشون زانه وايه يعني لما يزني؟ مش كان يعني كان في روح الرب وكانت فندق برضه، كان حجز في فندق. ايه الزنا ده؟ راؤوبين زنا بومبا بمرات ابوه ليه؟ وايه يعني؟ وايه يعني؟ ما كانش في شريعه. امنون زنا باخته سمار، ويسوع وداود ما عملوش حاجه ليه؟ عشان ابنه البكر. وايه يعني؟ اصل ما كانش في شريعه. لا كان في شريعه يا حمك، كان في شريعه، وكان معاه شريعه موسى. ابشالوم يزني ب10 من نساء ابوه ليه؟ يقول لك عشان عقوبه، عاقبه. يخرب بيوتكم. ايه الكتاب اللي كله زنا ده؟ ايه والبيوت الكتاب اللي ده؟ جنب بيوت، والبيوت اللي جنب البيوت اللي جنب بيوت. قله الادب دي،
ايوه شمشون اللي اكل عسل من بطن الاسد. شمشون هو ثلاث مرات. عم ياسر، هو يسوع اختتل اتفضل يا ابو سعد. على شريعة مين يا عم ياسر؟ مين؟ مش شريعة إبراهيم؟ يسوع مين ده؟ اختتل على شريعة مين؟ مش شريعة إبراهيم؟ شريعة صح بدأت يا عند عم ابراهيم. فريد؟ يعني كان في تشريع أهو، صح؟ ولا أنا اللي ما بفهمش؟ ايوه، هو مين اللي يكون وهو أول؟ قال، موسى ما هو قال ولا إبراهيم؟ احفظوا فرائضي، قال لاسحاق اللي انت تحفظ فرائضي وشرائعي ووصاياي كما حفظها ابوك ابراهيم او عبدي ابراهيم. قال له كده، قال له كان عنده شريعه ووصايا. انتوا عايزين تقنعونا يا جماعه؟ يعني لو بيتكلم عندك يا عم فريد، لو اللي بيتكلم مجنون المستمع عاقل، عايز تقنعني ان ايام ابراهيم عليه السلام لغايه موسى ما كانش فيه حلال وحرام، وكان الزنا عادي والدنيا سبهلله ومليطه؟ امال الانبياء دول بيعملوا ايه؟ ايه الجنان ده يخرب بيوتكم؟ ما ايه كده ده؟ يا عم ياسر، حاجه من الاثنين يا عم ياسر اللي انا فهمته، يعني اولا لا اما يسوع ده كان بيؤمر بالزنا وكان في تشريع بكده، لا اما انتوا بقى عاملين تشريع بمزاجكم وعاملينها مليطه. كلام غلط هي يا عم ياسر؟ مليطة من أولها لآخرها عليك سكات. ما هي مليطة يا عم والله العظيم. البت اللي اسمها سوزان دي، سوزان اللي بتطلع دلوقتي تشتم عند الولا حنوكة العيال دي، طلعت هنا ومع الشيخ منير وقالت لي هي كانت مليطة، العهد القديم كله مليطة وبنقلها على الرشم والآباء والتعميم. قالت لي الآباء كانت مليطة، آباء الكنيسة الأولين كانوا فاتحينها مليطة، إنما إحنا دلوقتي ظبطنا الكلام خلاص. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله يا العظيم، عم إيش على ممكن القصة اسال بده؟ سؤال؟ يا عم ياسر مين يتكلم معاها دي؟ ده هربانه من الحانوت، والله الحانوت لو عرف طريق بيتهم ما هيسيبها، ده هي هربانه منه. بيعلموا العفة. سؤال طب انا عندي سؤال سؤال بس يا عم ياسر عشان ال أسأل. الأخت عندي بتسأل سؤال بس يا عم يعني ياسر إيه عشان أسأل. مليطة؟ مش مليطي، مليطة، إنها مليطة. المليطة دي يعني يعني دعارة زلط مقننة، يعني كل الدنيا بايظة على بعضها، كل على بعضها سايحة، كل الدنيا سايحة في بعضها. العيال بتتجوز أبوهم، بيناموا مع أبوهم البنات، والراجل والعيال تنام مع أختها، والدنيا كلها ماشية كده. والراجل ينام مع مرات أبوه، والراجل ينام مع مراتات أبوه، رأوبين ينام مع مرات يعقوب أبوه، وأبشالوم ينام مع 10 من نساء أبوه داوود، وداوود ابن بته تنام مع أخوها أمنون وسمار، ويهوذا ينام مع كنته سمار، والدنيا كل ما فيش حد ما نامش مع حد في الحرام. قولوا لي ايه زنا محارم مش موجود في الكتاب؟ ايه زنا محارم مش موجود في الكتاب؟ اهو قال لك ساعة، يعني لابسين من غير هدوم، الرب ركب امه، يعني والرب ايوه ركب امه. يخرب السحابه بيوتكم، السريعه. وروح القدس خصب، وروح القدس خصبها، واحد ركبها والتاني خصبها. ايه قلة الادب دي؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الاساتوك ده؟ ايه الاساتوك كده؟ سؤال بس، سؤالي بس يا عم ياسر، سؤالي يا عم ياسر لا يا عشان انا عم قسما فريد بالله عندي حضانه، عشان اروح الشغل ولا ايه؟ سؤالي بس يا عم ياسر عشان اتفضل اروح الشغل والله. بحضانتك. خلص انت يا عم قول يا ابو ابو زرع، سعد انت يقرع صرفت يا ابو زرع انه كمان اقرع. قول يقرع، حبيبي قول يلا انه صلاح. بص يا وعدتك عم ياسر، صلى على النبي يا عم ياسر. عليه الصلاة والسلام حبيبي، عليه الصلاة والسلام. السبي ده بيبقى لمين؟ مش بيبقى اللي بتحارب مع الجنود، صح؟ اللي بتحارب تمام كده، يعني انت ماسكه سيف وبتحارب مع الجنود زيك زي الذكر لا مؤاخذه، يعني زي الراجل كده، لو لقيت حد مسلم في الحرب بتقتليه، مش دي اللي بتبقى سبيه؟ مش هنخش نخبطه عليهم في البيوت. يلا انت مع انت كافره خشي، ما حصلش الكلام ده. المرأة يعني يا عم بدل ما ياسر تقتل بتحارب مع الجنود، كالرجل فرأفة. ايوه يعني بتحارب مع الجنود، تمام كده كمل يا عم يلا. ياسر؟ بعد كده مش لما بص بتبقى من الاخت، ضمن السبايا بص بتصبح ملك الاخت، يمين يا عم ياسر؟ بص الاخت بتقول ايه. هي دي هي دي ملك اليمين. بص الاخت بتقول ايه. والله بص يا عم فريد، بص اختنا سبيل، والله بستحي احكي لكم شو شايفه بعيوني جوه غرف الاعتراف من غير ما تقول يا اختنا الكريمه. هيعملوا ايه؟ واحده بتقول له مثلا انا زنيت يا ابويا قد سابونا، اعمل ايه؟ طب مش هقول لجوزك، بس هتعملي انا عايزاه تحت امرك يا ابويا، بس طهرني، هطهرك يا طهره. هو ايه اللي خلى؟ هي غرف الاعتراف طلعت لنا مين؟ طلعت لنا انا اسف، انا اسف، انا اسف، بلدياتك يا برسوم عم فريد. المحرق، انا اسف ان انا بقول لك الكلام ده، برسوم المحرق. انا اسف يا عم فريد،
بلدياتك يا عم بيت فندم، ام بس 5400 واحده جرثوم وسليم بس مصير. يا راجل انا هسيب المحافظه دي وامشي على راسي بسبب ابن النكوب ده. ولو ادي موطن راسك، مسقط راسك يا ريس، هتنكر؟ حرج ابو الانكار مش هينفعك. زبر 5400 واحده دخلوا اعترفوا، ومع كل اعتراف ما كانش فيه ايه بوسه، لا كان فيه عين. لدرجه العيال كانت بتروح لدرجه العيال يا بونا. نعم يا بنتي انا زنيت يا بونا، وما جراش يا بنتي حاجه، تعال يا بنتي تعال يا ولاد المركوب. هو في اسيوط كام؟ 5000 واحد. يا اخونا ماهر، بس انا عايز اسال سؤال بعد اذنك. اتفضل. والله انا ما كملت السؤال لسه. انا سؤالي بس ابو سعد بس يخلص سؤاله. ابو سعد بقى اول واحد طلع يخلص سؤاله. ماشي. هو ماشي. قال لي ملك المراه المسبيه في الحرب التي تكون محاربه بتكون هي دي ملك اليمين. اتفضل. تمام، احنا كده كده يا عم ياسر وضحناها اسلاميا اهو. يعني انت واقفه في الحرب اهو، لو لقيت حد مسلم هتقتليه، جزائك كده. لو انت قاعده في بيتك محدش هيكلمك، صح كده يا عم ياسر؟ دي نقطة خلصنا منها. نخش بقى يا عم ياسر على العهد القديم، لما يسوع قال له روح واضرب عماليق واقتل الكلب والحمار والحصان والبغل والجحش والكلام ده كله، وأي واحدة الدنيا كلها يعني معلش يعني جمعة ذكر تموت، ما تاخدوش غير البنات البكر بس، صح؟ ولا أنا بفتي؟ دي بقى سبي ولا مش سبي يا بهاني؟ استنى اسمح لي بعد اذنك اضيف حاجه للموضوع ده يا عم ماهر بعد اذنك. تمامكم مداخله. اتفضل يا حبيبي اتفضل. فهد ولا بيو؟ شكرا. حاضر يا جمال، بس اخلص الناس اللي هنا قبليك. بس بعد فهد عاوز اضيف بس حاجه للموضوع اللي بتتكلموا فيه. طيب طب ما تيجي نحسبها بالراحه كده. الاخت بص الاخت كاتبه ايه؟ ثواني فهد، بص الاخت كاتبه ايه؟ رفقتي الاخت اللي هي اكس مسيحيه اللي ربنا اكرمها سابين اللي ربنا كم رفقتي انا صاحبتها لبسها جن على اساس اخذتها امها على القس ابراهيم بلشام عندهم واحد اسمه ابراهيم بلشام، قام قال لا خليها تنام بالبيت عندي عشان اخففها لكم، عجبته قال لهم خليها تنام عندي. اعوذ بالله. اتفضل يا عم فهد. طيب بالنسبه للسبي بس انا عايز اسال سؤال دلوقتي. تعال نبص للسبي على اي قومه واي دين، ونبص على السبي في الاسلام في اي دين. السبي يعني السبي اللي هو يعني يعتبر عبوديه كامله. اخونا ماهر طب استنى نسمع الاستاذ جمال. استاذ جمال مسيحي. طب انا اروح العمل، عايز مداخله بسيطه اروح العمل اخويا. طب حضرتك مسيحي؟ اخويا مسيحي. طب اتفضل. شكرا. بالنسبه للعماليق يا اخي العزيز، ما هو دي الله من عدله ياخد ناس بينشروا فساده بيزنوا على الحيوان ده، حتى موت الحيوان يعني نافع كل شيء. وبعدين نفس القضيه هي في الكنوح عندك برضو، ما هو كان فيها حيوان وفيها كبير وصغير يا اخي العزيز. ده من عدل الله الفساد بينتشر، فهو كان صبر عليهم 4 قرون عشان يرجعوا لعباد الرب، ما رجعوش، فهو من حقه ان ياخدهم. الله اللي خدهم يا اخي، انت عندك مشكله فيهم وعندك نفس الشيء. طب ممكن ارد عليك؟ خلاص فهمت. اخلص اخويا بعدين كمل وانا هعمل ميه. اتفضل. شكرا. اتفضل. اذا هي موجوده عندك مثلا تثبتها في قرانك وتيجي تنكرها في غيرك، معلش يبقى انت راجل مش عادل. ما هو نفس الشيء الفلك في الكنوح، ما كان في كل حي والله ابدا، صح ولا لا؟ سادوم وعمورة، ما هو ده من عدل ربنا ياخدوا، صبر عليهم كتير عارفهم مش هيرجعوا. الاطفال بتطلع تعمل نفسهم بيزنوا مع الحيوان ويعملوا كل شيء، فعشان كده ربنا نفاهم بالحيوان اللي زالوا فيه كمان بكل شيء. ايه المشكله عندك اخويا العزيز؟ اتفضل. خلصت حضرتك؟ طب ممكن تعمل ميوت؟ بص يا استاذ، فرق بين التشريع وبين الاحداث الكونيه. الكوارث الطبيعيه، حصل زلزال، الزلزال ده هيموت فيه الناس شيوخ واطفال، انما مش تشريع من الله. فرق ان انا اكون قاعد في بيت والبيت دوت يقع، زلزال يجي فيوقع البيت فيموت الناس اللي فيه اطفال ونساء وشيوخ، وفرق ان يجي نبي يطلع يخبط على كل شقه، فين طفلك الرضيع اللي معاك؟ هاته. ليه؟ الرب قال لا تذبحه.
هتذبحه ليه؟ عشان انت راجل كده. اولا انا طب ابني ما بقولش اعمل ميوت، الاسلحه اعمل ميوت، الشاميه. اعمل ميوت، اعمل ميوت، اعمل ميوت لو سمحت. طب ما هو لا اعمل ميوت لو سمحت، طيب انا بس سبتك اديله تتكلم، فرصه. اعمل ميوت لو سمحت، اوكي هدي لك فرصه ترد بس اعمل ميوت لو سمحت، لو سمحت. يبقى لما نيجي دلوقتي ونقول ان الطوفان بتاع نوح، ان لا هذا الله سبحانه وتعالى قال اركبوا الفلك واللي مش هيركب هيغرق. الناس اللي اتبعوا نوح ركبوا ونجى الله سبحانه وتعالى من ركب، واللي تخلف حصل الغرق له. هذا الامر هل قال الله لنوح انزل اقتل الاولاد دولت؟ لا. انما فرق بين لما تحصل زلزال بركان، فرق لما نكون احنا في مركب ويطلع المركب يطلع قراصنة يمسكوا الأطفال يقتلوهم ويذبحوهم،